شفت لك اخويا، ما نخلطوش الرياضه في السياسه والمنتخب. والمنتخب المغربي يشرفنا احنا الجزائريين، لان هو اخويا احنا كنناقشوا المواضيع اللي كتهم بلادنا كاملين، ماشي غير السياسه، اي حاجه كتهم بلادي كنناقشها. السلام عليكم خاي واحد. ازيك خويا؟ لاباس؟ الله يحفظك. رد السلام اخويا، رد السلام. السلام السلام عليكم، عليكم خوكم الجزائري. مرحبا، كي داير؟ مزيان. يا خويا واش الموضوع اللي قاعدين تحكي فيه؟ ما عارفش الموضوع. لا لا مش مانيش عارف الموضوع. تكلم تكلم، كنسمعك. عارف الموضوع ولا ما عارفوش؟ كيفاه؟ كي واش الموضوع على عارف كأس الموضوع العالم؟ اللي كنحكيو عليه ولا ما عارف؟ يا انا اللي ضحكت روطار اللايف هذا وين تفضل ضحكت؟ اعطي المداخلة، وتفضل على المداخلة ديالك، اعطي انا المداخلة نحكي ديالك على ماشي الموضوع تاع مشكل، الجزائر. تفضل. اسمع الموضوع تاع الجزائر تاع كأس العالم. تفضل واخا، تفضل اخويا. سمعت تحكي عن الموضوع تاع كاس العالم، المباراه تاع الجزائر والكاميرون. سمعت خويا راه كنسمعك، غير تفضل، غير اهدر، هدر، قول الكلمة ديالك شنو عندك، غير اهدر، انا كنسمعك. قلت بغيت تعطينا رايك في عندك الموضوع قولي تاع شنو ناقصة، واه غير تفضل. سمعت اي تعطينا رايك على المباراه اعطي تاع رأيك، الجزائر دابا والكاميرون. طلعتي انت تعطي رأيك. يا انا بغيت تمدي انت رايك دابا اعطينا كمغربي. رأيك انت اللي طلعت، غنزلك ونعطي رأيي انا. انا فاش نعطي رأيي غنعطي رأيي بلا ما تكون معايا نتايا. يا اخويا واش راح نقول لك انا؟ يا الماتش تاع الجزائر والكاميرون فيه ظلم بزاف من الحاكم ومن الفيدرالية ومن الدنيا كلها. ايوه ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله ماذا بينا خير لينا ولجميع يكون المسلمين خير. يا رجل. ان شاء الله ان شاء الله. لا 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 لا، الماتش ديال المنتخب الجزائري والكاميرون هذاك خير غير ليكم، ما عنده دخل في المسلمين وما عنده دخل في الإسلام كاع. احنا الشعب الجزائري نحب الخير لجميع العرب. انت ربما تحب الخير اخويا واحد للجميع العرب، لكن راك ماشي كلشي بحالك، صح؟ والله مش راح نقول خالي كل شيء بحالي ولا مش بحالي. انا كشخص جزائري نحب الخير للناس كل. ربي يحفظك، تحياتي، الله يجازيك بخير. هذا هو اللي كاين، انا كل واحد والرأي ديالو، كاين اللي هذا هو الرأي الشعب. ديالو كاين اللي يبغي الخير، كاين اللي ما يبغيش الخير. لا لا انا فاهم في حاجة، اغلبية الشعب الجزائري يحب الخير للناس كل. اي حب الخير للبوليزاريو، الأغلبية ديال الشعب الجزائري. دوك قضية بوليزاريو هذه ما تقوليش يحب دوك بوليزاريو. انت دوك راك تقول من حقكم بوليزاريو، راك تقول من حقنا من حق المروك. وبوليزاريو حتى هي عندها حق. احنا كون لقاوكم انتوما غدوة بعد شنو كتعرف في على مشكل البوليزاريو؟ مع دولة أخرى باينة باللي راح ها. جميل جدا، واعر هادي عندك. واخا، راح بيبي شنو كتعرف على البوليزاريو؟ فين الدولة ديال البوليزاريو؟ فين ساكنين؟ وش بيها الدولة تاع بوليزاريو؟ فين ساكنين؟ شكون بوليزاريو ولا انا؟ خويا عندك مشكل ديال الكونيكسيو، غير غتمرضني هكا، والله عندك مشكلة، خصني نهضر وما كتسمعنيش، ونهضر ونبقى نتسنى هكا، كنضيعوا الوقت. شد شي بلاصة فيها الكونيكسيو مزيان. الكونيكسيو انا عندك نسمع عيان بيك، اخويا انا لي واحد امازيغي. بزاف، اسمع انا ومن نسمع بيك، طبيعة قلت الحال انا انت لي تسمع امازيغي. فيا حيت انا عندي الكونيكسيو مزيانة كتوصل لك. مرحبا اخويا، مرحبا اخويا.
انا امازيغي وراني في الحدود محسوب، تقدر تقول خويا تندوف. خويا خويا واحد، خويا واحد، خويا واحد، تحياتي ليك اخو وشكرا على المداخلة ديالك الطيبة، وانت باينة فيك طيب وباينة فيك انسان زوين ما شاء الله يعني، ولكن اعتذر راه ما نقدش نزيد معاك لان عندك مشكل ديال الكونيكسيون خويا واحد، عندك مشكل ديال الكونيكسيون، اذا راه ما غنوصلوا لحتى شي نتيجة نهائي، لان كاين واحد اي الفارق كونيكسيون ديال 30 ثانية باش عاد كتوصلك الهضرة، ومرات توصلك مزيانة ومرة ما توصلكش مزيانة وكيتقطع في هضرتك، فهمتيني يعني ما نوصلوش النتيجة خويا واحد. اعتذر بزاف، مرة اخرى تكون عندك راح نقول كونيكسيون مزيانة، ومرحبا بك مع اخوك نور الدين في اي وقت، واواشرك مبروكة. يعيشك ربي يعيشك. انا اخليك زوز كلمات برك بالامر تاع بالقضيه تاع البوليزاريو هذه. احنا تفضل اخو الشعب العيد. الجزائري، قولها لك ونعاودها لك، احنا الشعب الجزائري، وكون يعودوا حتى مثلا المغرب بعد يا اخي يوم في مناوشات ولا كون تعود المغرب بعد في مشكل وتحتاج اعانه، احنا هنا الشعب الجزائري راه يعاون جميع العرب. خويا انا ما بغيتش زعما صراحه، بغيت نخليها معاك زوينه، ما بغيتش ندخل معاك في شي حاجه، ولكن ربما انت كتقلب عليا انني ندخل معاك باش نقول لك الشعب الجزائري قلب غير على المحنه ديالو ديال الحليب والسميد وزيد وزيد. الشعب الجزائري من المفروض انه هو دي الحليب يدعم غير نفسه ويقرر مصيره هو في الضياع هذا، فهمتيني؟ انتوما غير قادرين على توفير حتى الحليب للجزائر، باش غتعاونني انا كمغربي ولا اسمح لي الشعوب العربية؟ الله يهديك. فهمتي؟ هذاك انا على مشكله اللي قاعد تشوف فيها انت في مواقع الاتصال هذه المواقع الاجتماعيه. احنا ما عندنا لا مشكله لا في الحليب لا حتى في حاجه، الحمد لله الخير كل كاين، والله ما خصنا شيء، الحليب والله يستر موجود لكم عندنا الأمور، كلش. الله يستر لك الأمور، كيفاه؟ الله يستر لك الأمور، الله يستر الأمور. نبغيكم، لا شوف لا نبغي ربي لا يزيدكم والله ما كاع، خصنا شيء. ربي يزيدكم كاع، ونبغي ربي سمعت يزيدكم كاع من فوق هذا الشيء اللي عندكم، نبغي الحليب ربي عندنا يعطيكم التريبل ديال هذا الشيء اللي عندكم. هاو الحليب، الحليب احنا الحليب تاع الساسية اللي قاعد تهضر عليه هنا، هاو الحليب اللي نشربوه احنا، احنا عندنا الحليب الله يبارك، الله عندنا يبارك، الحليب وعندنا الزيت وعندنا الله يزيدكم، كلش. هاي الزيت، الله هاي يزيدكم، الزيت، الله يزيدكم. هاي الزيت، الزيت سمعت كلش موجود بارك عندنا. الله، ها ما شاء السكر، الله، ما شاء الله، ها السكر، ما شاء الله، ها ما شاء الله. أوه كلش هذا عنده موجود. حانوت هذا. اسم خويا، خويا انا واحد مانيش عندك، والله ما واش اسم، عندك حانوت؟ اقسم بالله ما هي حانوت. إلا ما كنتيش حانوت، إلا ما كنتيش حانوت، إلا ما كنتيش حانوت أخويا، إذا بيني وبينك عندك شي علاقة مع شي جهة كتخبى عندك السلع. اقسم بالله ما عندي علاقه حتى بجهه. شوف ندير اللايف ونخرج لك ندورك الحوانت كامل خويا وندورك راه الجزائر ماكرون كاميرون ديال كامله فرنسا، خويا راه ماكرون ديال فرنسا، خويا راه ماكرون ديال فرنسا، وما تلقاش عنده داك الشيء مستف في الدار كامل. ما تحكيليش عليها، انا فرنسا ما نستعرفش بها نهائي. شوف كاين زوز حوايج، كاينه فرنسا ما تدخلش لراسي وما نستعرفش بها، وكاينه حاجه اخرى كاين اليهود ثاني ما نستعرفش به. وعلاش اخويا، انا علاش ما انت رديتوش على اخ فرنسا في هذا الكتاب هذا؟ علاش ما رديتوش على فرنسا في هذا الكتاب هذا؟ علاش ما قطعتوش معها العلاقة على هذا الكتاب هذا؟ مع العلاقات فرنسا ذوك رئيسة هي ما عندها حتى حاجة عندنا. سمعت عرفتي هذا الكتاب ديالاش؟ عرفتي هذا الكتاب فرنسا ديالاش؟ عرفتي هذا الكتاب ديالاش؟ عرفت عرفتي هذا الكتاب ديالاش؟ باري تاع الدياراس والاخرى عرفتي؟ تبارك الله عرفته عليك. ايه. برافو عليك، برافو عليك، سمعت برافو. وعلاش ما تضرب قطعتوش؟ علاش الدياراس ما قطعتش، ما قطعتش علاش الدياراس ما قطعتش، ما قطعتش العلاقة ديالها مع فرنسا، وتعيط للسفير الجزائري يجي من فرنسا؟ وعلاش اخويا، علاش انتوما ما تعرفوش بفرنسا؟ علاش ما تعيطوش للسفير ديالكم يجي؟ ايه دوكا السفير كاينه دوكا دوكا معليش قولي تقطع العلاقات بفرنسا، فرنسا هي اللي تحتاجنا احنا ما نحتاجوهاش.
بصح هي اللي تحتاجكم كتدي لكم البترول والغاز ديالكم. البترول ما هي اللي يسد فيه بلاش تحتاجكم البترول. بصح البترول ما يسد فيه والله الا بلاش. بلاش. اتفاقية، هذه هذه أزمة رايت. اتفاقية اخويا واحد، ما اسمح لي تحيدها لهاش انت خويا واحد. الاتفاقية كانت تاع بكري. الاتفاقية اتفاقية، هذه اتفاقية، شوف حبيبي كانت ديال بكري 80% اتفاقية وتصنت نمت. اخويا واحد، كانت بكري اتفاقية ديال 80 وغير تصنت. من بعد استقلال الجزائر دارت معاك نمت. اتفاقية مع فرنسا انها تعطي 80% من الثروات الجزائرية، لكن في الوقيته ديال عبد العزيز بوتفليقة في نهاية التسعينات فاش جا تحول الاتفاقية ولات من 80 ل 40، ولكن ال40 الاخرى انتم ما كتسولوش عليها فين مشات. ال40 الاخرى مشات لاسرائيل مباشرة، لان اسرائيل ضغطت على الجزائر باش ان هي تعطيها المستحقات ديال اليهود الجزائريين اللي طردت ودات لهم رزقهم، فكان ضروري تعطيها 40% من داك الشيء هذاك، اسمع فهمتيني؟ اسمع، احنا اسرائيل ما نعرفوش بها نهائيا. شتي اسرائيل احنا ما حناش نستعرضوا كاملين بها ما في الخريطه كنستعرفوش نهائيا بها باللي اخويا. كاينه حاجه اسمها. وعندكم شي مكتب تمثيلي ديالكم في فلسطين؟ عندنا ايه؟ ما عندكمش اخويا، اي فلسطين. فلسطين اعطيني دليل فين فاهم عندكم. في حاجه. فلسطين فلسطين راهي تجري في دمنا احنا، مش باش نديروا مكتب ولا. فلسطين تجري لنا في الدم. قول لهذاك اللي معاك قول له تحياتي، ياك ما هو مول الحانوت. لا لا، شكون اللي مول الحانوت؟ ما حناش في الحانوت والله، ما انا في الحانوت. وش بيك يا صاحبي؟ تحياتي. لا سمعت شي واحد في جنبك قلت لك قول له لازم تحياتي. تحياتي خويا. هذا. ماهوش الله يحفظك. ماهوش والله، ما انا في الحانوت، فهمتي؟ ما عندي حانوت. اسمعني اسمعني، اجي نقول لك، اجي نقول لك. خويا واحد، اجي نقول لك واحد عرفت القضية. انتوما النظام ديالكم اش دار، ونعطيك بالدلائل، نعطيهم لك بالدلائل من هنا، ما نهضرش عن فراغ اخويا. اخويا واحد، انتوما دابا اش وقع لكم؟ انتوما دابا بقوة اللي كتبغيو فلسطين شديتوا العالم ديال فلسطين، وشديتوا العالم الجزائري، شديتوا العالم الفلسطيني هكا، وشديتوا العالم الجزائري هكا، حيدتوا ذاك النجمة والهلال من العالم الجزائري وحطيتوه في العالم الفلسطيني وسميتوه الصحراء الغربية، فهمتي؟ وبقيتوا لا كتصرفوا عليها. دابا هذا هو الديفو ديالكم، بقيتوا كتصرفوا عليها لأن صنعتوا واحد العالم. دابا المشكلة غتوحلوا في ذاك البوليزاريو، انتم غتبقاو تخدموا عليها، مازالين لا، غتخدموا عليها، بالتالي غتبقاو تحاربوا معاه. الغربية اسمع، الصحراء الغربية عندها موليها. هو راهم فتندوا معليش ما كياكلوا تضريش الصحراء الغربية. وكيزبلوا تما، علاش ما نهضروش فينا من عليها؟ ياك الصحراء انت اللي الغربية قلت هذول قبيله نهضروا تيندو. على الصحراء. نهضروا على تندوف. تندوف غردوها، تندوف وبشار وكذا، هذوك غردوهم الصحراء الشرقيه المغربيه معليش تاريخيا انا غردوها. نسيت. اسمح لي نهضر معك. انا راني من تندوف وامازيغي. سمعت؟ معليش، انت تقول تندوف تاع المروك وتاع المروك، هاك وديتو تندوف. اذا خليك في تندوف، عندك تمشي اخويا واحد، خليك في تندوف باش منين نجي نردو تندوف نبدلوا لك الجنسيه، ردوك مغربي. يا ولدي تبدل لي الجنسية. هات تما. المغرب، أنا عندي مسلاني مريض كفار. احنا اسمح لي، أنا عندي مسلاني مريض كفار. احنا نركع الملك نتاعكم. ماشي مشكلة، انت بلا ما تركع، ولكن فاش تديو تندوف غتولي تركع بالسيف عليك. لا لا، احنا نعرفوا، اسمع، احنا نعرفوا الركوع، نركعوا لربي سبحانه، وما نركعوش حتى لواحد. وكاملين أنا عبد كنركعوا كيفي كيف لربي، وما شوف كاملين كنركعوا لربي. شوف، واش المغاربة، دابا بيني وبينك، واش المغاربة عند كل دار ديال المغاربة فيها الملك كيركعوا له في الدار؟ راه كيركعوا لربي. أنا في داري بوحديتي ملي ربي ويركع كنتأذن كنوض الملك. نصلي، انت حنا شخصيا كنركعوا قلت لك للقبلة، الملك تاعك. حنا كنركعوا للقبلة. شوف يا لو كان ودي خليني تلقى من الملك القبله. ديالي، واخا واخا انت انا قلت نجاوب، لو كان تلقى الملك ديالي، واخا تصنت وانا نجاوبك يا صاحبي.
لو كان تلقى الملك ديالي هاروت غنقول له عندي ليك طلب واحد، غيقول لي شنو هو ولدي يا نور الدين، غنقول له اطلقني على داك الناس راه ما بغاوش يحشموا، رد الاراضي ديالنا. هذا هو لا، الطلب قبل ديالي من قبل ما الميثاق. تطلب منه طلب، قبل ما تطلب منه طلب تركع ولا ما تركعش؟ دابا بيني وبينك، واش انت من داك الاغبياء اللي كيتيقوا بان بنادم كيركع لبنادم؟ دابا نهضروا نيشان، هاني شوف فيها، واش انت من داك هاني الناس قاعد اللي نشوف فيها كيتيقوا بعيني، بان بنادم كيركع لبنادم؟ هاني نشوف فيها بعيني، انا قاعد نشوف فيها بعيني، مش قالوا لي ولا حاجة، انا شايفها بعيني، الامر هذا شايفه بعيني. تحياتي لك سيدي، مني شفتيها بعيني والله. إلا تحياتي لك، هذا كان كتشوف مزيان تبارك الله عليك، اذا كان قاعد نكتب كتشوف مزيان على تبارك الله عليك. المباشر وحنا لايف، اذا كان زيد قول شنو عندك. هذه بقات في تندوف، مشكلة كبيرة، على بالك كنت تدير تندوف والله مشكلة. اقسم بالله تغديوها. لا لو كنت تديوها والله مشكلة كبيرة، على بالك شتي الشعب اللي راه في تندوف، كيف راح تدخلوا له في راسه باش يركعك، تبدل له الجنسية المغربية وتبدل له واش بغيت، بس كيف راح يجي يركعك؟ شوف، الا بغى يجي يركع مرحبا به، ما بغاش يركع يجلس تما في داك بلاد الجوع. ها يا ولدي تركع والله شو راح الماكرون نقول، فاش شوف يجي وبوس له الله يده. يصدقني يا ما نبوسوش اليدين احنا فيها، كاين حاجه والله واحده، انا نبوس في اليد، والله العظيم، والله نبوس العظيم راسي الا يمه كتبوس الماكرون يديه. ما نبوسولوشها، انا وي وماكرو كون ما جيناش على اشوف اللايف هو اللي يبوس لي. كيفاش؟ فرنسا، شوف فرنسا كلاب، شوف انا نهضرها لايف، فرنسا كلاب والصهيونيه هذه كلاب، انا ما نستعرفش بهم نهائيا، شتي مانيش حاطهم باللي اجي كاينين. نقول لك، اجي نقول لك، اجي نقول لك واحد، اجي نقول لك هاكو ملي فرنسا انتوما ما تستعرفوش اخوتنا بفرنسا. مسلمين وتقول لا اله الا الله. واتصنت واتصنت واتصنت، ها وباش نهضروا انا وياك، ماشي تهضري بوحدك، باش نهضروا انا وياك خصك تصنت. ملي انتوما ما تستعرفوش بفرنسا، علاش صيفطتوا هذاك 3 سنين ديال الحبس؟ هذاك اللي حرق الدرابو ديال فرنسا، علاش صيفطتوه للحبس؟ شكون اللي في الحبس؟ هذاك بولحية اللي حرق الدرابو ديال فرنسا اللي مشى للحبس. خويا امين على التمساح، علاش صيفطتوه للحبس؟ كونيكسيون ناقصة عندي شوي. كونيكسيون عندك ناقصة وعندك الزيت بزاف. أنا في الحدود، أنا في الحدود، عبالك أنا في الحدود بين المروك والجزائر. فهود نطلعوا واحد اخر تتسقم لك الكونيكسيون، تتمشي للجزائر العاصمه، تتمشي لبلاصه الحدود. راه الدوله اللي فيها الريزو، راه فيها الريزو برا والداخل. تحياتي، شكرا واحد.